شيء في السيارات. والله قال لك اسماعيل نعم في السعودية تطبخ وتعمل ملابس لك ومدري ايش. والله سمعت اول خبر يعني صدمنا. والفلبينية واندونيسيا اللي جنبك مالي ده؟ خلاص على كذا موافق اسماعيل 100%. ما باقي ولا باقي اي عذر امانة. اذا انت تطبخين بيدك بامانة خلاص انتهى الكلام. بعدين ليش هذه الأنوار اللي فوق مسوينها شو اسمه ذي صليب الصليب الصليب صليب؟ الصليب ايوه لان احنا بلاد مسيحية. إيه اسمعي لا تضيعي حسو فرصة. صوت خلاص، ما له سوي تحدي. لا لا ما ابغى تحدي، انا ما احب التحدي. لا ما انا ما اتزوج. اذا تبغين تزوجين اسماعيل كان بها، ما تبغين روحي لك على البيجو عيشي في البيجو. افضل لا لك انا ما استري حالك قبل ما تروح، قبل ما تسيبي. والله والله يمكن يومين 3 ايام شعراتك بيضاء، بعد تقول يا الله لو استمعت اليمني هذاك وزوجنا اسماعيل. ليه الدنيا بشوف؟ فرص، ليش لو انت عازبة، ليه لو انت ليش عازبة الدنيا فرص والله. ليش بشي براسي؟ بشي براسي عشان الزواج؟ بيشي براسك من سواء من زواج او بدون زواج. ايش بالله عليك بترجعي بعد الشباب للصغر؟ انت ايش فيك؟ لا بات شيء أنا فالت إنها من دون زواج. بات شيبين بات شيبين بتندمين على عادي حياتك. سوي لك ولد عادي طفل، سوي لك بيبي عادي بيبي سوي لك ولد مهند العنود ينفعوك بعدين. لا، ما نبغى شي عيال، ما نبغى شي، ما والله نبغى انت شي زواج، محقرة. وانا نبغى عيال. وليش خلقتي؟ وليش خلقتي في هذه الحياة؟ لكي خلقتني تتزوجوا؟ خلقتني افلها، ما ابغى شي زواج. فليها فليها، كيف تفليها؟ هذه لازم الزواج، الزواج سنة. شوف، افلها مطاعم واكل ونوم وبس، ما يهمني رجال. رجال يصحيني يقول غسلي وجيبي واطبخي، ما ابغى شي عور الراس. ولا يقول لي هو يطبخ لك أمانة. لو أكلتي يوم من طبخه بتحرميه شوف تطبخيه شوف مرة شوف واحدة. شوف شوف دقيقة، ها هذا صاحبك اللي انت الحين ابغى، لان بتزوجه عندي شروط كثيرة. الشروط، اسمعي اسمعي للشروط. ما هي الشروط؟ واحد اول حاجة يسوي زواجي في جزيرة المالديف. نعم، اول زواج في جزيرة ليش المالديف. المالديف انا ما عن المد ها